اجتماعي وحتى يتعارض حتى مع مبادئ واحكام الدستور التي تقر مجانية العلم. هو تراجع غير معلن عنه، تراجع غير معلن عنه عن مكسب اساسي للجزائريات تمثل في مجانية العلاج. القول مادة 12 تنص على مجانية العلاج، ولكن فيه مواد أخرى في 1943 48 تعارض تماما مع المادة أين يطلب من المواطن، نص صراحة أنه يطلب من المواطن المساهمة في التكفل في مصاريف العلاج. هو التنازل من طرف الدولة عن التكفل بمجانية العلاج، وقلنا حتى فيها رمز إلى مادة أخرى تنص على أن صندوق الضمان الاجتماعي يتكفل، الجماعات المحلية تساهم، صندوق الضمان الاجتماعي ديفيسيتير، الجماعات المحلية تعرفون كلكم أنها هي ديفيسون ديفيسيتير، سي بور سا احنا قلنا هو تنازل الدولة عن الصحة لصالح بعض الصناديق ولصالح سادير سي لو ترونسفير دي لا بريز اون شارج سانيتير فير لي ميناج فير لي ميناج. عام وعبر توافق وطني من اجل ان يكون هناك قانون ينبع من اراده الشعب، يخدم مصلحه الشعب، ويكون توافق واجماع حوله، لانه قانون يخاطب ويهم الجزائريات والجزائريين.